بالإضافة لقيام جوجل بمهمة عظيمة كمحرك بحث، فهو يقوم أيضا بمهمة عظيمة بعرض البيانات مرئيا عن طريق جوجل Spreadsheets، وهو تطبيق ويب يسمح لك بإنشاء جداول البيانات ومشاركة بياناتك على شبكة الإنترنت، وهو مشابه لصفحات إكسل وصيغ CSV. ستحتاج في أي خريطة لعمودين فقط، عمود من أجل اسم البلد أو المنطقة وآخر من أجل القيمة ممثلة بالأرقام. يمكن كتابة اسم البلد إما كاختصار أو بالاسم الكامل. يتعامل جدول بيانات جوجل مع الحالتين. أولاً، بعد تصنيف بياناتك في جداول بيانات، ابدأ باختيار البيانات عن طريق وضع إشارات عليها، ثم انقر على إدخال مخطط. من قائمة المخططات تقوم بانتقاء المخطط المناسب الذي يتوافق مع بياناتك، ثم تنقر زر تخصيص. ابدأ بوضع اسم لرسمك البياني. حدد مكان المفتاح الاسترشادي في المخططات التي تحتاج إلى مفتاح استرشادي. بعد ذلك سمي محاورك في حال وجدت. بعدها اضبط الألوان. ترتبط هذه الخطوة برغبتك في الاحتفاظ بالمخطط أو نشره. يمكنك اختيار حفظه كصورة ثابتة أو نشره كصورة تفاعلية، بحيث تنشره عن طريق إضافة رمز مضمن. الآن دعونا نطبق ما استعرضناه في النقاط السابقة ونقوم بتصميم مخطط خريطة باستعمال جداول بيانات جوجل. سنقوم باختيار بيانات على سبيل المثال، بيانات متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي في كل أنحاء العالم. تجد هذا النوع من البيانات في الموقع الرسمي للبنك الدولي. في جدولك اختر أمر فتح ثم تحميل، ثم اختر الامتداد GDP. ملفات نصية تفصل بين قيمها الفاصلة، ثم اختر البيانات عن طريق وضع الإشارة عليها. حان الوقت الآن لاختبار خريطتك. ستجد نوعين من الخرائط، الخريطة الحرارية والخريطة الفقاعية. يمكنك عرض توزع بياناتك من خلال تخصيص الألوان. أولاً، إذا أخذنا الأخضر على سبيل المثال لرؤية معدلات الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد، يمكننا اختيار الأخضر الغامق للبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى، والأخضر الفاتح للبلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي الأدنى. أيضاً بوسعنا أخذ اللون المناسب من أجل الخلفية. خط الشبكة. الآن خذ بعض الوقت لتجربة الدروس التي تعلمتها في الفصول التدريبية السابقة وطبقها على أنواع مختلفة من قواعد البيانات.